ازاي ممكن نعمل فلوس من على السوشيال ميديا، من تعلي توطي ان احنا بس نعمل كونتنت يعني. Interested, keep on watching. ازيكم يا حلوين، welcome back to my YouTube channel. ولو دي اول مرة ليكو اهلا بيكو. انا ميار وانا بتكلم عن فاشن والميك اب وازاي نشتغل على السوشيال ميديا وماركتينج شوية. فلو انتم مهتمين keep on watching. سؤال بيجيلي كتير قوي على انستغرام، انا ازاي بشتغل شغلانة full time job بمرتب كويس قوي بس من السوشيال ميديا. فانا عايزة النهاردة اتكلم شوية ازاي ممكن نعمل فلوس من على السوشيال ميديا. الحاجة اهم حاجة قوي ان انتوا دايما تقروا في كل الترندز، تعملوا فولو للبيجز اللي هي بتشرح الالجوريثم بتاع انستغرام، بتشرح الالجوريثم بتاع تيك توك. هتلاقوا كتير قوي بيجز اجنبية، وهتلاقوا فيه ديستربت بيج مصرية. فليه بنتعلم الحاجات دي؟ لازم نعمل ريسيرش عشان نفهم لما نيجي نقرب من بلاتفورم زي انستغرام هنعمل حاجة مختلفة عن لو هنعمل تيك توك وكل الكلام ده. عشان لو عايزين تشتغلوا السوشيال ميديا، اعملوا ريسيرش بتاعكم وطبقوا كل حاجة انتوا بتعملوها على المحتوى بتاعكم عشان تعرفوا ايه اللي بينجح وايه اللي ما بينجحش. انا شخصيا ازاي ابتديت، انا كنت بعمل محتوى عادي بتاع فاشن ولبس وستايلينج، بس كنت بعمل اديتنج دايما واحد موحد بشكل معين. بديت اشتغل، هي جات لي فرصة، انا كنت بعمل المحتوى بتاعي عادي بالاديتنج بتاعي وايدنتيتي بتاعتي اللي هي الالوان وال editing والدودلز والحاجات دي كلها. فابتديت بان انا واحدة واحدة ابتديت اقدم على شغلانات اللي هي part time يعني بفريلانس، ويب سايت خمسات وفايفر، في كذا ويب سايت بتاع فريلانسنج هالينك دم تحت، تدخلوا وتكتبوا تفاصيل الخدمة اللي انتوا بتقدروا تعملوها. لو انتوا بتعملوا ديزاين، لو انتوا بتعملوا management لأكاونت، دي فرصة حلوة. بشتغل في السوشيال ميديا ديبارتمنت، بشتغل في الماركتينج. في حاجة اسمها paid ads وفي حاجة اسمها organic. في الorganic اللي هو المحتوى الطبيعي اللي بيتعمل، اللي احنا بنشوفه على انستغرام، على تيك توك، على فيسبوك، على كل البلاتفورمز دي. فانا ابتديت بان انا اصلا اشتغلت شوية فريلانس مع سارة صبري، وكنا بنبرينستورم افكار، وكنت اصلا بعمل لها كوفرز يوتيوب وحاجات كده اللي هي ملهاش علاقة اصلا بالافكار، بس ان احنا كنا بنتكلم مع بعض وبنفكر في افكار محتوى وكده. ومن هنا اشتغلت شوية في بالما كونتنت كرييتر، وكانت صراحة اوبورتونيتي حلوة قوي، قابلت ناس كتير قوي وانبسطت جدا. وشغلانة بالما الصراحة مع انها ما طولتش قوي، بس فادتني جدا ان انا عرفت ان انا شخص يعتمد عليه، ريلايبل، بعرف اعمل جرافيك ديزاين، يعتمد عليا في حاجات ان انا لو قلتولي اعملي كذا هعمل كذا. فدي الورك اثيك بتاعي كويس قوي، زي فينيس بيتزا، وده حاجه اكل اصلا، وبرضو عملت ريسيرش واشتغلت فيها. فابتديت بقى اقدم على شغلانات تانية فول تايم، فلقيت شغلانة بيرفكت اللي هي شغل من البيت. بشتغل في السوشيال ميديا ديبارتمنت، بيسكلي انا اللي لسه مترقية، فانا اللي ببني الديبارتمنت. بعمل ايه؟ بنوفر خدمات السوشيال ميديا ماركتينج اللي هي ليها علاقة بالاورجانيك ماركتينج. بنعمل محتوى لبراندز، لانتربرنورز، لكل الناس، اي براند مختلفة. بيبقى تيم عبارة عن كوبي رايتر، عن فيديو اديتر، جرافيك ديزاينر، وممكن يبقى سوشيال ميديا استراتيجست او لا. بس فازاي بقى تشتغلوا يعني تو كونكلود، ان انتوا تقروا كويس قوي، تعملوا فولو للاكونت اللي هي بتعلم عن السوشيال ميديا على انستغرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب. ما تحدوش نفسكم بس في انستغرام، ما تركزوش في حاجه واحده، لان مثلا تيك توك ميزته ان هو كبلاتفورم سهل قوي ان انتوا يعني بيوحد اللعب، يعني بيليفل البلاينج جراوند. تقدروا تكبروا على تيك توك بمجرد ان انتوا تبقوا كونسيستنت وبتنزلوا 2 مثلا فيديوز في اليوم، وتعملوا ترندز اللي عليه. على عكس الجروث في انستغرام اصعب شويه، بس لو عايزين تكبروا الاكونت بتاعكم على انستغرام محتاجين تركزوا اكتر في الريلز، لان دلوقتي انستغرام بتحاول تكمبيت مع تيك توك. فعايزين يبوش انه الانستغرام يبقى فيديو اب بيسكلي. انا في رايي ما اظنش انه هو عمره هيبقى زي تيك توك، بس هما بيحاولوا، فهتلاقيهم دايما بيبوش الفيديو كونتنت كويس. فدي فرصه حلوه قوي ان لو انتوا بتكبروا الاكونت بتاعكم تعملوا فيديوز اكتر علشان تظهروا لناس اكتر، فالفولوينج بتاعكم يكبر. بس ولو في اي حاجه تانية، وانا حاليا بشتغل في فيرتشوال وركر ناو، ببني السوشيال ميديا ديبارتمنت بتاعها. فلو عندكم اي سؤال، لو انتوا اصلا عندكم باك جراوند على السوشيال ميديا، اكتبوا لي في الكومنتس تحبوا تشوفوا ايه في الفيديو الجاي، وخلينا نستفيد مع بعض، ويا رب اعرف افيدكم بمعلوماتي.